هنتكلم بقى شوية على موضوع الابروكسيميشن اند راوند اوف ايرور عشان وقت المحاضرات بس بتاعنا ايه، ما تخافوش مش هطول قوي يعني، مش هقعد ساعتين يعني، هي نص ساعة كمان تقريبا او اقل كمان، بس عشان نبقى ايه انجزنا شوية، ما بقاش بدأنا ايه بالبطيء يعني، لان زي ما قلت لكم المادة دي كانت تدرس على يعني محاضرتين في الاسبوع، احنا حاليا بندرسها محاضرة واحدة، فلازم تبقوا واخدين بالكم من حاجة شبه كده. الكتاب على فكرة أسلوبه حلو جدا، أنا مرة قريته زمان يعني، الكتاب حلو قوي يعني، تمام لو قريته هتبقى يعني ما فيهوش الإنجليش بتاعه قليل يعني، هو بيروح على طول على الإكزامبلز، بيروح على طول على المسائل، فده بيبقى أسهل لنا إحنا في القراية يعني، كل ما يكون الإنجليش بتاعه قليل كل ما يكون أحسن. في كتب تانية حلوة قوي بس الإنجليش بتاعها كتير، مثلا في كتاب مشهور بتاع Artificial Intelligence Modern Approach، في لك كتير قوي، فالواحد بيزهق من كتر الإيه اللك، لكن الكتاب ده كويس. زي ما احنا قلنا موضوع الايرورز اللي هو التشوبينج والابروكسيميشن والراوند اوف ايرورز دي بتبقى مشكله كبيره جدا واحنا بنعمل النيوميريكال ميثودز، فالنيوميريكال ميثودز ييلد ابروكسيميت ريزلتس ذات ار كلوز تو ذا اكزاكت اناليتيكال سوليوشن. سوري، هاو كونفيدنت وي ار ان اور ابروكسيميت ريزلتس، ان اذر ووردز هاو ماتش ايرور از بريزنت ان اور كالكوليشن اند از ات توليرابل. هو ده السؤال اللي احنا محتاجين نجاوب عليه، وعلشان نجاوب على السؤال ده كويس محتاجين نفهم كونسبت مهم جدا اسمه significant figures. significant figures بتindicates precision، يعني دلوقتي عرفت significant digits of a number are those that can be used with confidence. لو انا قلت لك عندك up to 3 significant figures، معنى كده ان 3 significant figures دول هم انت confident about them، other than that انت مش confident about them. The number of certain digits plus one estimated digit. لأن ممكن 53,800 دي ممكن ال 800 دول تكون approximation. أنا مش عارف هي كانت 5.38 في 10 أس 4 ولا كانت 5.3800 في 10 أس 4. في فرق بينهم؟ آه، لأن واحد منهم قد يكون جاي لك من approximation. تمام؟ فخد بالك من الحتة دي. يبقى أنت دلوقتي عندك هنا في المسألة بتاعتك دول هيساووا 3 في اللي فوق. Zeros are sometimes used to locate the decimal point not significant figures. الزيروز اللي انت بتحطها هنا من ناحية الشمال دول مش بيتعدوا في significant figures. دول مش بيتعدوا في لان دول مش جايين عن طريق rounding ولا approximation. لان rounding ولا approximation في العادة بيكون جاي من فين يا باشمهندسين؟ عند ال right most digit، عند ال right most figure، صح؟ عند أقصى حاجة على إيدك اليمين. فعشان كده الزيروز اللي احنا شايفينها هنا اللي هي بنحطها هي المستعملة عشان allocate decimal points، they are not significant figures. دول ما فيش أصلاً خطر منهم أساساً. طيب significant figures، if a decimal، هنتكلم على zeros، if a decimal number starts with a string of zeros we call these zeros leading zeros. And if it ends with a string of zeros, we call them trailing zeros. يبقى دلوقتي يعني ايه trailing؟ اللي بالأحمر هيسميه leading اللي هو الصفر ده اللي على الشمال، واللي بالأزرق هيسميه trailing اللي هو اللي على اليمين. يبقى هنا leading zeros هنا zero واحد بس، والtrailing هنا واحد بس، هنا عندك فيه اتنين zeros leading، هنا عندي واحد trailing، هنا عندي اتنين trailing. Significant figures عشان تعرف تعدهم بيقول لك ايه هنا؟ بص بيقول لك zeros are not significant after the decimal before non-zero numbers. They are not significant. يبقى الأخضر دول not significant. All non-zero numbers are significant. All non-zero numbers are significant. Zeros after non-zero number in a decimal are significant. لو هنا كاتب لك أنا صفرين فدول significant figures. أدي هنا واحد اتنين تلاتة قبل اي ديسيمال قبل نون زيرو، يبقى ده بنسميه نون سيجنيفيكانت. الرول بتاعتنا بتقول ايه هنا؟ if the number has a decimal point the leading zeros are not significant all other digits including the trailing zeros are significant. طب لو كان numbers، لو كان الكلام ده لو كان هنا كسر، فهو بيتكلم على ان الرول هتكون ان كل الليدنج زيروز نون سيجنيفيكانت. طب لو كانت هول نمبر يعني رقم صحيح، التريلنج زيروز
اللي هي اللي على اليمين are not significant. All other digits including zeros are significant. التريننج بقى اللي هم اللي على ناحية اليمين في الرقم الصحيح دول زي مثلا قلت لك 5800، يبقى انت عندك 2 significant بس اللي هم الخمسة والثمانية بس. All other digits including zeros are significant، مثلا قلت لك 508 508 فالزيرو اللي ما بين الخمسة والثمانية ده هيكون significant. If some of the trailing zeros are to be considered significant, we would write them in scientific notation to show this. لو أنا عايز أقول إن هو significant digits، فقصدنا إن أنا أكتبها بالشكل ده اللي هي خمسة كده بقى. لما أنا أتعمد أكتب الزيروهين كده بالشكل ده، يبقى أنا كده تعمدت أقول لك إن عندي خمسة significant digits. فين؟ مثلا هنا على سبيل المثال لما اقول لك 150.0 have four significant figures where we are uncertain to as to where to whether 150 has two، ال 150 has two or three، لكن ال 50.0 دي ليها scientific notation كده we are sure اربع significant figures. وانا كتبتها على 1.5 في 10 و2 يبقى كده عندي two significant، كتبتها 1.50 في significant figures. يبقى عشان to be clear هيقولها لك تاني هو على سبيل التوضيح، رقم اللي اسمه 1300 لو انا كتبته as a whole number يبقى هتقولي ان ده عنده two significant figures، لكن لو كتبته على انه هو scientific notation 1.30 في 10 و3 بقى عنده 3 significant figures، لو قلت لك ان هو 1.300 over 1000 في 10 و3 بقى عنده 4 significant figures. Examples النمبرز اللي عايزين كده بقى نتشيك عليها، عندنا كام significant figures؟ 0.00109 ال leading zeros هنطنش، يبقى عندي 1 و 0 و 9، يبقى دول 3 significant figures. 0.1000 هنعد الواحد والثلاثة trailing يبقى كده 4. 2300 مش هنعد الأصفار عشان ده whole number يبقى 2. 0.00 طالما حطيت scientific كده أنا عملت إيه؟ بقوا 5 significant figures. 2000 زيروس هتتعد لانها في وسط الرقم. 1.0002 هيبقى عندي 6 significant figures. ايه ده؟ مش دول ليدنج الاربعه دول؟ ليدنج بس هنا هي ليدنج بس لو كان هنا في زيرو بنسميه ليدنج، طالما الرقم بادئ من فدول مش ليدنج، دول كانهم ميدل يعني. ال 1000 عباره عن 1 significant figures. طب ال significant figures بنعملها ازاي؟ ادي رقم كبير قوي 0.050830. احنا بنقسمهم لليدنج زيروز ودول مش سيجنيفيكانت، وبقيه الارقام وانس ان انا بدات بنون زيرو ديجيت ببدا اعد 1 2 3 4 حتى لو زيرو في النص، والتريلنج بيتعدى برده يبقى كده عندي 5 سيجنيفيكانت. Identifying configures all non-zero digits are considered significant. Number 91 has 2 while 123.45 has 5. Zeros appearing anywhere between two non-zeros are significant. زي ما هنا 1 0 1 1 0 2 كل الأصفار دي significant. Leading zeros are non-significant. اللي هي 3 0 5 2 يبقى عندك significant. Trailing zeros in a number containing a decimal point are significant. Trailing zeros not containing a decimal point number can be ambiguous. زي ما احنا قلنا 1300 هل هي 4 significant figures لازم اكتبها بscientific notation. لو هي هكتب 1300.0 في 10 من غير في 10 صح كده خلاص كده عملتهم كمان 5 لو انا عايز. طيب هنا various conventions exist to address this issue، بس هي الرولز احنا قلناها وحطينا examples كتير هنا اهو بحيث تبقى تعرف تجرب وتشوف الكلام ده كويس. هنا بقى ايه انواع الايرورز؟ احنا في عندنا حاجه اسمها الترو ايرور. الترو ايرور ده عباره عن الترو فاليو، لو انا عارفها الترو فاليو احتمال كبير ما تبقاش انت عارفها اساسا يعني، بس لو انت عارفها بتستعملها عشان تحسب حاجه اسمها ترو ايرور. الترو ايرور ماينس الابروكسيميشن، وبعد كده الابروكسيميشن ده هو قد يكون اعلى او اقل، فعشان كده بتحط بلس ماينس. يعني انت ممكن يطلع الرقم يعني مثلا الترو فاليو كانت 5 والابروكسيميشن 5.05، يبقى كده الايرور بتاعك ماينس 5%، او يطلع اقل 4.95 يبقى 5% بلس. وعندنا حاجه اسمها الترو بيرسنت ريليتيف ايرور، دي بيسموها ايبسلون تي. ده عباره عن ايه؟ الترو ايرور اللي احنا كتبناه فوق دوت على ترو فاليو، بعد كده هخليها كلها ابسولوت فاليو واضرب في 100.
ده بيسموه ترو ايرور وترو بيرسنت ريليتيف ايرور. بس زي ما قلت لك ان ترو فاليو اصلا ان تبقى انت عارفها دي يبقى حاجه حلوه جدا يعني. طب انت في الطبيعي ان انت ما بتعرفش الترو فاليو اساسا، انا مش عارف السوليوشن بتاع الروت ايكويشن ده، الروت ده المفروض يطلع على 5، بس مين قال انها على 5؟ ما حدش قال لك، لازم حد يحلها لك بورقه والقلم. طب ما حدش حلها لي بالورقه والقلم، بعمل ايه؟ اه فانت بتعمل بقى وانت في وسط الايتريشنز بتاعتك، في وسط الشغل بتاعك، بتعمل حاجه اسمها ابروكسيميت ايرور. يبقى ترو فاليو ويل بي نون اونلي وين وي ديل ويز فانكشنز ذات كان بي سولفد اناليتيكالي. ان ريل وورلد ابلكيشن وي يوزوالي دونت نو ذا انسر ابيريوري، ما بقاش عارفها من الاول. عشان كده بيضطر يديفاين حاجه دي اي اللي هي الابروكسيميت ايرور، ابروكسيميشن ماينس ابروكسيميشن، وتحسب حاجه اسمها ابروكسيميت ريليتيف ايرور اللي هو ايبسلون اي بيساوي الابروكسيميت ايرور اللي هو بيطلع بالبلس او ماينس على الابروكسيميشن اللي هو الكرنت يعني في 100%. جميل. يبقى دلوقتي اهو الايتريتيف ابروتشز في بعض المسائل هنحلها في الروت فايندنج، ان انا بقول الابروكسيميت ريليتيف ايرور على الكرنت ابروكسيميشن في ابسولوت فاليو، هنا اهو شايفينها في 100. الكمبيوتيشنز ار ريبيتد انتل ستوبنج كرايتيريا از ساتسفايد. طب ايه الستوبنج كرايتيريا؟ ان انا الاقي ان الايرور ايه اقل من سيرتن اس، والاي اس دي بتكون بري سبيسيفايد توليرانس. انا بقول ايه، انا عايز الاي اس تساوي 5% او 5 من 10000 او 5 في المليون او اي حاجه. فده انت نفسك انك تطلع حاجه، فانت عايز تجيب الابروكسيميت ايرور يكون اقل من سيرتن اي اس. فالاي اس از تشوزن از 0.5 في 10 اس 2 ماينس ان في الميه. طب ايه الان هنا بالنسبه لنا؟ الان هي الليست ان سيجنيفيكانت فيجرز تكون انت عاوزها. يعني لو انت عايز السوليوشن بتاعك صح up to 5 significant figures، يبقى انت عايز اي اس هتساوي كام؟ هتساوي نص اس 2 ماينس 3، يبقى نص على 10000%. ده اللي انت عايز تعمله. يبقى انت عايز تبقى الاي اي بتاعتك از ابروكسيميت فاليو هنا اللي هي ابسولوت فاليو بتاعها يكون اقل من، يبقى انا هقول مثال هنا اهو عشان برضو توضح. هقول له هنا اسيوم ان بتساوي 5، يبقى اي اس هتساوي نص في 10 اس ماينس 3%. يبقى لو انت عايز تجيب السوليوشن بتاعك up to 5 significant figures، يبقى انا عايز اي اس بتاعتي تكون بتساوي 0.5 في 10 اس ماينس 3%، وكمان عايز ان اي اي تكون اقل من الرقم اللي انا جبته تحت ده اللي اسمه اي اس. هيشرح لك على سبيل المثال ماكلورين سيريس. ماكلورين سيريس دي بيقول لك اي اس اكس بتساوي 1 زائد اكس زائد اكس تربيع على اكس كده فاكتوريال 3 زائد اكس باور ان على فاكتوريال ان. بيقول لك كالكوليت اي تو باور هاف اب تو 3 significant figures. طيب up to 3 significant figures نعملها ازاي بقى دي؟ هنشوف نعملها ازاي. فبيقول لك لو انت عايز up to 3 significant figures، يبقى انت عايز ان ES، عايز ان ES ها بتساوي 5%. انت نفسك يطلع ان ES بتساوي 5%. يبقى ده الايرور توليرانس بتاعتك. انت عايز ان الاي اس اكس اللي هي اكس هنا كانت بتساوي 0.5، عايز يطلع معاك السوليوشن. فانت كل مره عايز تحسب الاي اي لحد ما يبقى اقل من 5%، وده اللي انت محتاج تحسبه. اول ما يبقى اقل من 5% هتوقف. طب وده اللي هو عمله، قعد في الاول خالص الكاونت بتاعه اخد ترم واحد، اخد ترم واحد. فمعنى كده ان الابسولوت ام سوري يعني اي اس اكس هيحط لانها بتساوي 1، طبعا ده الايرور كبير جدا 39% عن الترو فاليو، وما يقدرش يحسب اي اي. خد بالك انه ما يقدرش يحسب اي اي لان ما عندوش اولد ابروكسيميت. لكن في المره الثانيه ما يقعد يعوض ب1 زائد اكس 1 زائد 0.5 زائد 1.5 بيقدر يحسب
في هذه اللحظه الايرور ترو عشان هو معاه كوركت فاليو، بس هو احنا ممكن ما يبقاش معانا، يعني احنا ممكن الكولوم ده نأسيوم ان هو مش موجود يعني. ويجي يحسب الابروكسيميت هنا واضح جدا ان هو 1.5 ماينص 1 على 1 يطلع 33%. بعد كده 1.625% ماينص 1.5 على 1.20% يطلع له 7.69%، وهكذا يقعد كل مره يزود ترم في البولينوميال لحد ما ايه ما يوصل للايرور اللي هو عايزه. معنى كده ان هو هنا لما وصل ل x اس 5 على فاكتوريال 5 كان جاب e to power 0.5 up to 3 significant figures. بيقول لك round of robbing errors، خد بالك ان اللي فات ده كله كان بيعرفك على الايرورز، بيعرفك على الايرورز. هيكلم بقى شويه على راوند اوف اند الشوبينج ايرور نمبرز لايك الباي والاي اور حتى الروت 7 كانوا بي اكسبريسد باي ا فيكسد نمبر اوف سيجنيفيكانت فيجرز، الارقام ما بتخلصش اصلا. ذيرفور زي كانوت بي ريبريزنتد اكزاكتلي باي ا كمبيوتر ويتش هاف فيكسد وورد لينث. لو قلنا ان الباي بتساوي 3.14192653535 بلا 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 بلا، فبيقول لك ان في عندك حاجتين عشان تكتب بيها الباي، يا اما عندك تقدر تكتبها عن طريق انك تعمل شوبينج. الشوبينج ده معناها ايه؟ ان هو هيقطع الرقم عند سيرتن ديجيتس، والراوند اوف ان هو هيعمل راوندنج عند سيرتن ديجيتس. ده الفرق ما بين الاثنين. طب يا ترى مين هيكون مور اكيوريت؟ حد فينا يقدر يستنتج مين اللي هيكون مور اكيوريت؟ الراوندنج طبعا كومبيتيشنال اوفر هيد، ده الفكره يعني. الشوبينج اسهل طبعا. طيب بقول لك if by be stored on a base 10 system carrying 7 significant digits، هو قصده base 10 system عشان ما يقعدش يكتبها باينري اصفار واحد يعني، بس للسهوله يعني ماشي. فهيكتب باي 3.141592 ومش هيكمل، يبقى كده عمل شوبينج. لو شاف ان الديجيت اللي بعديه كانت 6 يبقى هيعمل راوندنج يخليه اخر ديجيت 3، ما يخليهاش كام، ما يخليهاش 2. ده الفرق بين الشوبينج والراوندنج. طبعا الشوبينج بيكون زي ما قلنا ارخص، ولكن الراوندنج مور اكيوريت. النمبر ريبريزنتيشن ال 8 6 9 ان بيز 10، ده احنا ده باينري ريبريزنتيشن ما فيهوش حاجه صعبه، بس هو بيقولها ليه؟ بيقولها عشان كمان شويه هيقول لك ان طالما انا بستعمل باينري ريبريزنتيشن فانا اقدر اعرف الايرور بتاعي السايز بتاعه يساوي كام يعني. يعني هنا لو انت خدت بالك انا اقدر يعني حد فينا يقدر كده شاطر يقول لي انا عارف ان الايرور في حاله الشوبينج بيساوي اقل من، وفي حاله الراوندنج بيساوي اقل من كام؟ على فكره انا اقدر اجيب برقم 100% كوريكت. انا بقول دلوقتي ان اي تي اقل من 10 اس ماينس كام؟ الشوبينج، بتكلم على الشوبينج. مش هو يا اخوانا كده اللي كده بيقطع من اول هنا؟ مش هو هيقطع من اول هنا كده؟ ده في الشوبينج صح؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط تمام. يبقى الايرور هنا عمره ما هيزيد عن كام؟ يعني ايه اكبر بوسيبل نمبر يكون موجود في الديجيت هنا؟ 10 سالب 6. عندي 9 9، ده اكبر رقم ممكن موجود صح، بس في قبليه كام زيرو؟ 6 0 صح. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يعني التشوبينج لو كان الرقم المكتوب هنا 6 او 9 او 5 هيخليها كلها ايه؟ كان مكتوب هنا زيرو. يبقى الايرور بتاعك هو الفرق ما بين كماكسيمم، يعني هو الفرق ما بين الرقم اللي فوق ده وايه، او كانك كملت بصفار يعني تمام. فهو فعلا هيطلع اقل من 10 اس ماينس 6. طب بالنسبه للراوندنج اقل من كام بقى؟ حد شاطر يقول؟ اقل من كام؟ 10. لا غلط. ممتاز يا يوسف، نص في 10 اس ماينس 6 مظبوط. اجابه نموذجيه صح، اللي هو هيراوند. صح، يبقى نص في 10 اس ماينس 6. شوف انت كده استنتجت القاعده من غير ما نتكلم عليها. بس هو ليه بقى راح هنا على الباينري؟ عشان
هي 10 بقى كمان شويه هنخليها ايه؟ هنخليها 2 كمان شويه هنخليها 2 عشان احنا بنكتب جوه الماشين ازاي؟ بنكتب باينري representation of the minus 173 on a 16 bit computer in the magnitude مش هي دي الطريقه المستعمله قوي. في عندنا حاجه اسمها توس كومبلمنت، سمعتوا عنها ولا لا؟ ايوه. طب ايه الفرق بين الساين ماجنيتيود ميثود والتوس كومبلمنت؟ خدتوها في انهي كورس دي؟ ديجيتال. طب كويس ممتاز. ايه الفرق بين الساين ماجنيتيود ميثود والتو كومبلمنت؟ ايه الميزه في التو كومبلمنت؟ تدي لك ايه؟ هاير رينج، تدي لك رقم زياده وما عندوش 2 0. ما عندوش، تدي لك رقم زياده وما عندوش 2 0. انا ممكن احط الساين بصفر والرقم كله بصفار يبقى يطلع لك 0 بوزيتيف ورقم تاني 0 نيجاتيف. يا سلام، ده حاجه ايه عظيمه جدا. لكن في التوس كومبلمنت ما عندناش الكلام ده، ولكن بيستفاد بقى من ال 16 بيتس بالكامل ويمثل من اول 2 اس ماينس ماينس 2 اس 16 ل 2 ام سوري ماينس 2 اس 15 ل 2 اس 15 ناقص 1 كده عنده 0 1 بس، صح؟ يبقى كده ده شكل الرقم اللي اسمه ماينس 373 لو عملته 16 بيت كمبيوتر يوزنج الساين ماجنيتيود ميثود. الكمبيوتر ريبريزنتيشن اوف فلوتنج بوينت نمبر، دي بقى الحته اللي فيها كلام شويه. يعني خدتوا الفلوتنج بوينت نمبر ريبريزنتيشن شكله عامل ازاي؟ الفلوتنج بوينت عنده حاجه اسمها مانتسا واكسبوننت وساين، خدتوا الكلام ده؟ انا مش مستعد اقوله يعني، هضيع وقتي ولا لا تمام. عندنا حاجه اسمها الساين اكسبوننت وعندنا حاجه اسمها المانتسا وعندنا الساين بتاعت الرقم نفسه على بعض. خد بالك ان الرقم هنا بيكون عنده بيز، البيز يبقى 10، البيز يبقى 2 زي ما احنا عايزين، مفيش اي مشكله بيز. يعني مثلا 156.78 بتتكتب ب 0.15678 في 10 اس 3. طيب يعني انا عايز اعرف، هل انتوا عارفين هم ليه بيسموه فلوتنج بوينت نمبر؟ كلمه فلوتنج دي جت منين؟ هما ليه سموه floating point number؟ ليه ما سموهوش real number وخلاص؟ ليه سموه floating point number؟ عشان علامة عندي مش ثابتة يعني. تمام، العلامة بتفلوت، العلامة بتفلوت، بتقعد تغير مكانها هنا، صح كده؟ الريل نمبر كده ولا كده؟ ده الريل نمبر اللي هو الحقيقي اللي احنا عايزين نروحه نحوله من انفينيت نمبر اوف بريسيشن لفاينايت بريسيشن، فهو هنا بيسموه فلوتنج بوينت نمبر عشان كده يعني. 1 على 34 يساوي 0.02941175. سبوز اونلي 4 ديسمال بليسز تو بي ستورد، لو انت عندك 4 ديسمال بليسز تو بي ستورد يبقى الرقم هيتكتب 0.0294 في 10 اس 0. النورماليزيشن هيريموف الليدنج زيروز ويغير الباور بتاعت ال 10. ده موضوع النورماليزيشن، مالتبلاي زمانتسا باي 10 and lower the exponent by 1. ده يبقى كده دي مساله النورماليزيشن، حول ال 0.294 في 10 اس 0 ل 0.2941 في 10 اس ماينس 1. واستفدنا ايه في هذه الحاله؟ استفدنا ان انا زودت significant figures لما عملت النورماليزيشن دوت وعملت ريموفنج للليدنج زيروز، بقى عندي فرصه ازود 1 مور ديجيت اللي هي كانت هنا. الديجيت اللي كانت هنا دي ممكن ازودها دلوقتي. لو انت عندك 4 ديسمال بليسز بس تحطهم، فاستعمال النورماليزيشن ده ادالك فرصه تزود ال 1 مور ديجيت دي اللي ما كانتش من حقك تزودها من شويه. Due to normalization the absolute value of m is limited by 1 على b اقل من او يساوي m اقل من الواحد. يبقى هنا ده اللي كنت في، يبقى في البيز 10 الام بتاعتك ما بين الواحد من 10 والواحد، وما بين في البيز 2 ما بين النص والواحد. طب الحته دي مهمه فين بقى؟ انت دلوقتي فاكرين المثال اللي احنا كنا عمالين نتكلم عليه من شويه صغيرين اللي هو هنا دوت بتاع الباي، بتاع الباي. احنا كان قلنا ان اكبر رقم يمكن كتابته هيكون كام؟ اكبر رقم لما حطينا هنا، انا فاكر حطينا هنا خط كده بعد الاثنين هو ايه؟ حطينا خط بعد الاثنين وقلنا ان اكبر رقم هيتكتب هنا كام؟ 9 9 9 9. وعرفنا ان الايرور هيكون اقل من 10 اس ماينس 6. وفي الحقيقه انا ممكن اجيب باوند احسن من دوت، لان ايه اول رقم ممكن يتكتب هنا؟ هل صفر ولا واحد؟ صفر، صح؟
مظبوط ولا لا؟ مظبوط. فهنا صفر 9 9 9 ومكمل بقى تسعات لحد الاخر وات ايفر يعني. معنى كده ان انا اقدر اقول ان الام هتكون ما بين كام وكام؟ ما بين الرقم اللي اعلى من ده مباشره واقل من والحد ده. فده عشان كده هو قال لك ان الام بتاعته بتكون ما بين 1 على بي اللي هي 1 على 10 وكام؟ وواحد. ولو كنت في النظام الثنائي يبقى من واحد على اتنين وكام؟ وواحد. لحظة واحدة عشان ارجع للسلايد اللي كنت عايزها. ادي معنى كلمة ان الام از ليميتد باي واحد على بي اقل من او يساوي ام اقل من واحد. هنا واحد على عشرة اقل من او يساوي ام اقل من واحد، وهنا خمسة من عشرة اقل من او يساوي ام اقل من واحد. الفلوتنج بوينت ريبريزنتيشن allows fractions and very large numbers to be expressed on the computer. ده حاجه انترستنج جدا بالنسبه لنا. however ان الفلوتنج بوينت نمبرز تيك اب مور روم، هياخد بايتس اكتر وتيك لونجر تو بروسس ذان انتجر نمبر. طيب في كويستشن في الكتاب بيقول لك what is the smallest floating point number that can be expressed using 7 bit word 3 bits reserved for المنتسه. لما اقول لك 3 بيتس ريزيرفد فور المانتيسا معنى كده ان انا عندي 3 للسايند اكسبوننت 3 للسايند اكسبوننت وواحده للساين اوف النمبر و3 للماجنيتيود اوف المانتيسا. فالسايند اكسبوننت له ساين خاصه بيه ولو اكسبوننت يبقى معنى كده ان عندي 2 بيتس بس فور اكسبوننت. لو انت عاوز تجيب السمولست نمبر يبقى انا عايز اجيب ايه سمولست نمبر؟ اللي هو اقل رقم يمكن تمثيله يبقى هو فراكشن. يبقى ده معنى ان هو سمولست يبقى فراكشن، معنى ان هو سمولست يبقى فراكشن. عشان كده عمل الساين اوف الاكسبوننت هتساوي كام؟ واحد. واحد معناه ان هو نيجاتيف. يبقى ده كده بتكتب رقم. ها انتوا فاكرين شكل المانتيسا كان شكلها عامل ازاي؟ الايكويشن بتاعتنا اهي كان عباره عن ام في بي اس اي، ام في بي اس اي. فهنا بيتكلم على بيت، يبقى هنا 2 اس 1 وهنا 2 اس 0. يبقى 2 اس 1 و2 اس 0. طب الماجنيتيود اوف المانتيسا، ها 1 2 اس سالب 1 2 اس سالب 2 2 اس سالب 3. يبقى هو ده الرقم، اقل رقم ممكن. عايز تعرف تحسبه تكتبه ازاي؟ هتقول بقى ام في ام دوت، فين الرسمه؟ ام دوت بي اس اي. ام دوت بي اس اي ام اللي هي المانتيسا اللي هي 10 اس ماينس 2 10 اس ام سوري 2 اس سالب 1 انا اسف 2 اس سالب 1. ده كده المانتيسا نقطه في مين؟ في 2 اس كام؟ ماينس و1 و2 3. الرقم يطلع شكله عامل ازاي؟ خمسة من عشرة في اتنين أس ماينس تلاتة. تمام. طب لو قلت لك عايز ال largest positive floating point number that can be represented using a 7 bit word ده عاملها ازاي؟ يعني هو دلوقتي ده المثال، ده محلول اهو. المثال بتاع اللي هو ال smallest positive floating number اهو، ده محلول اهو. طب ال largest بقى يكون شكله عامل ازاي؟ هخلي الاكسبوننت بوزيتيف. صح، كويس. والمانتيسا كلها واحد بالظبط ولا؟ تمام. مين اللي كان بيتكلم؟ انا دكتور يوسف. يوسف ايه اسمه؟ يوسف شمسيه. اهلا يوسف. additional notes on the floating point numbers. addition of two floating point numbers هتحتاج تعمل normalization. خد بالك ان الاديشن والمالتيبليكيشن ممكن يتسبب في بعض المشاكل في الريبريزنتيشن. هنتكلم على الكلام ده المره الجايه ان شاء الله. هنتكلم على بعض الايشوز بتحصل لما اعمل اديشن او سبتراكشن مالتيبليكيشن، وهيحصل في مشكله موجوده برضو عندنا الاوفر فلو والاندر فلو. لو عندك فيري سمول نمبر او فيري لارج نمبر كانت بي ريبريزنتد يوزنج ا فيكسد لينس مانتيسا اكسبوننت ريبريزنتيشن، عشان كده ساعات بيحصل اوفر فلو او اندر فلو. الدبل بريسيشن ارثماتيك، احنا عشان نضمن على قد ما نقدر نجيب بيتس تريبريزنت بيها النمبر كويس بنزود البريسيشن على قد ما نقدر يعني.
ومش مشكله بقى ياخد وقت طويل ولا قليل، حاليا الماشين سريع يعني مش قضيه يعني. The interval between numbers increases as the numbers grow in magnitude. خد بالك ان انت لو قلت لك المسافه ما بين رقمين على الانتجر اللي هو خط الاعداد، على خط الاعداد بسيطه، لو قلت لك دايما المسافه ما بين كل رقم والتاني بتساوي 1 صح؟ لو انا جيت بقى ارسم الفلوتنج بوينت نمبرز اللي هي ريبريزنتد جوه الكمبيوتر على خط الاعداد، لا مش هيكونوا ايكوالي ديستانت، ها مش هيكونوا ايكوالي ديستانت. كل ما الارقام تكبر كل ما يكون هو ايه، مش عايز يعني تيت ليه، كل ما الارقام تكبر ان هو في الاول بيكونوا قريبين قوي من بعض كده، بعد كده يبدا كل ما الارقام تكبر الديستانس تزيد 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 تزيد. ده اللي هو بيقول لك عليه the interval between numbers increases as the number grow in magnitude. ده هنا في ال ده في whole numbers وده في floating numbers. ماشي خلاص انا خلصت اللي عايز اقوله النهارده، وبصراحه مش عايز اطول اكتر من كده، وان شاء الله المره الجايه برضو هنتكلم عن ايروز شويه، والمره اللي وراها نبدا بقى ايه في الجزء بتاع الماتريكس الجبرا ان شاء الله، اللي هو يعني solution of systems of equations ان شاء الله. تمام، حد عنده سؤال؟ هو الشغل في البروجرامنج هيبقى كله على ماتلاب؟ والله احنا بنفضل يعني انك تعمل اللي انت عايزه، يعني مش هنلزمك بالماتلاب، بس هو الماتلاب سهل يعني. احنا هنشرح على الماتلاب، هو الكتاب معمول للماتلاب، فاحنا غالبا شرحنا هيكون للماتلاب، بس انا يعني اي ثينك ان انا اخر مره عملت الماده دي سبت الاساينمنت للطلبه يعملوا باللغه اللي هم عايزينها، اللي عايز يكتب بايثون بيكتب، اللي عايز يكتب سي او جافا بيكتب، اصل مش فارق معايا كتير يعني، المهم تبقى انت بتعرف تكتب الميثودز دي يعني. وخد بالكوا الكورس الجزء البروجرام بتاعه كومبليتلي تريفيال، يعني انت مش هتلاقي فيه اي حاجه صعبه، الجزئيات مكتوبه جوه الكتاب وانت اللي عليك انك تعملها يعني. فهو عشان الحاجات دي تريفيال ما بدققش بصراحه يعني، مش حاجه عويصه يعني، فمش مش دي مش دي مشكله يعني. ماشي تمام، هو الحل بالايد هو اللي هيكون مساله مزعجه وكتير، احنا هندي لك مسائل كتير قوي في الشتات عشان نضمن ان ايدك ماشيه بسرعه يعني. خد بالك برضو ان المنهج نفسه مش صغير، المنهج نفسه مش صغير، واحنا طبعا انا ودكتور وفاء، ما اعرفش جربت دكتور وفاء قبل كده ولا لا، بس احنا طريقتنا ان احنا دايما بنحاول نجيب الامتحانات كومبرهنسيف، يعني بنحاول نغطي كل المنهج في الامتحان، وده عشان مصلحه الطالب طبعا، عشان هو مثلا ايه في واحد ذاكر 5 شابترز وما لحقش يخلص ال7 شابترز، يبقى يخش يجيب الدرجه بتاعت الخمسه شابترز دول يعني، بدل ما هو ايه لو جبت له اسئله في الاثنين شابترز بس اللي هو ما ذاكرهمش، وده ممكن يحصل لاي سبب من الاسباب، فيبقى الدنيا خابت خالص. فاحنا عشان نضمن ان الطلبه كلها اللي ذاكر اي حاجه يلاقي عليها حاجه يحلها، الامتحان بتاعتنا بتكون كومبرهنسيف جدا يعني، الامتحان عادي جدا تلاقي 7 اسئله يعني، ده طبيعي يعني في الفاينل يعني. اوكي اي ثينك اي ستوب يعني، و ايه كمان